وحاولت أن أنساها مع غيرها، حاولت، ولكني وجدت أن لقائي معهم لم يغير من حياتي. كنت أجلس صامتا شاردا، وصورتها لم تفارق مخيلتي لحظة واحدة. ومرت الأيام والشهور، وعدت إلى منزلي كما يعود الطير الجريح إلى وكره. وفي الوكر وجدت الصابرة الساكنة تنظر إلي في تساؤل صامت، ولا شك أن شرودي أثار دهشتها، ولم تسأل ولم تخطأ، ولكنها كانت ترى وترقب، ترى ما الذي كان يدور في ذهنها. النبض طبيعي والقلب متكافئ، بس تعبان يا دكتور. من ايه لا سمح الله؟ حاجات كتير ما تتوصفش. حاسه ان حياتي الزوجيه بتنهار. انت عارف ان انا ومحمود بقالنا 10 سنين متجوزين. حياتنا بقى فيها فراغ، والفراغ ده مش ممكن يتملي الا بالاولاد. ده الشيء اللي لازم ترضي بيه. انت عارفه ان الحمل فيه خطوره على حياتك. يعني كم في الميه؟ المسألة ما هياش عملية حسابية. يعني في أمل؟ الأمل دايما موجود. إحنا الدكاترة من واجبنا إن نحذر المريض. الولادة تحتاج لعملية، وأخشى إن القلب ما يستحملهاش. وأرجوكي ما تفكريش في مسألة الحمل دلوقتي. أنا مستنية ولي العهد. طبعا عبد الرحيم عايز ولد، لكن أنا بتمنى من قلبي تكون بنت. ادعي لي يا شهيرة وما تقطعيش الجوابات. وليه خبيتي عليا؟ كنت عارفه انك هترفض. ازاي تعملي كده وانت عارفه مدى خطوره ده على حياتك؟ محمود، من مده وانا حاسه انك متغير. دايما سرحان، معايا ومش معايا، زي اللي يكون ناقصك حاجه. حبيبتي انا مش ناقصني حاجه. حياتنا ناقصه حاجه، البيت ده ناقصه حاجه. لامتى هنفضل من غير طفل؟ اراده ربنا، لو كان عايز يدينا اطفال كان ادانا. حبيبتي انت حياتك بالنسبه لي اغلى من كل شيء. انا راضيه باللي عملته، بس انا مش موافق. احنا ناخد راي الدكتور واللي يقول عليه هو اللي ننفذه. الدكاتره مش كل حاجه. انا عندي امل كبير في ربنا، مش يمكن تحصل معجزه. محمود، اذا كنت بتحبني صحيح ما تحرمنيش من الامل ده. غلط غلط. فيه؟ مش عارفة، حسيت بخنقة في صدري. احنا هننزل مصر امتى؟ قريب ان شاء الله. قريب يعني امتى يا عبد الرحيم؟ امتى هننزل مصر؟ منى مالك، في حاجة؟ مش عارفة،
قلقانة ومقبوضة يا عبد الرحيم، قلقانة. بس بس هينزل في أقرب فرصة إن شاء الله. هدي نفسك بقى. بس حصل له ايه يا دكتور؟ انا والده عنده نزيف في المخ، عمل له شلل نصفي. يعني في خطر على حياته؟ ربنا كبير، قدامنا 48 ساعة. لو توقف النزيف هيبقى في امل كبير ان شاء الله. ربنا موجود. بس سمحته اسيبوه يستريح. حاضر. يلا يا ليلى. انا هفضل جنب. المرة دي هتقعدوا معانا على طول، مش هنسيبكم تسافروا تاني. خلاص نقدم التماس لوزارة الخارجية. مبسوطة مع جوزك؟ بكرة لما تشوفيه هتقولي شهير عرفت تنقي. وسام عاملة ايه؟ في الكويت وهتيجي قريب في اجازة. كنت مترددة، عاوزة اسألها عن محمود، لكن السؤال فضل في قلبي. يلا يا شهيرة. مش معقول يا عمي، لسه بدري. معلش عشان نسيبكوا ترتاحوا. ما تنسوش يا عمي بعد بكره السهره هنا. ان شاء الله.